السبيطار. انا داير التحاليل وجايه من السبيطار، كنلقى البنات الفرمليات كيبكيو كيقولوا مسكينه قتلها ذبحها. سولت واحد الفرمليه قالت لي واحد الاخت معانا قالت لي راه ذبحها واحد الولد في السبيطار، هذا الشيء اللي عاودوا لي. تيقولوا راجلها؟ الله اعلم، ما عرفتوا راجلها، ما عرفتوا خطيبها، ما عرفتش شنو كاين. كيفاش قالت لك ذبحها؟ واحد البنت قالت لك عندها 30 عام. هذا الشيء اللي كيقول حتى هي ممرضه معاهم، ودوك البنات ما تصبرش ليهم. قالت لك فاطره في دارهم وكل شيء، ويلا كانت داويه معاهم وخارجه ما على ما بها. السبيطار ذبحها. وسط السبيطار، هذا الشيء اللي كيقولوا. هذا الشيء اللي كيقولوا. والله يلطف بينا، هذا الشيء اللي غنقولوا، الله يلطف بينا والله يرد بهذا الشباب. أثر فينا بزاف، غير دوك البنات اللي خدامين معاه وداك الشيء، حالتهم ما كتصورش. أنا غير جاية خارجة باغا نخرج من الباب، بنادم كله مصدوم، اللي كاين في السبيطار مصدوم، من اللي كيسمع بحال هذه الحالة هذه. حنا بالنسبة لهذا المشكل هذا راه كيضرنا في القلب ديالنا، لأن باش نشوفوا مثلا جريمة بهذا الشكل هذا، يعني راه كتحس في القلب ديالنا، يعني هذيك النهار حنا داخل المستشفى كنشوفوا أن راه تخطفات بنية، ودابا ممرضة كتعرض للاغتيال داخل المستشفى، إذا شكون المسؤول على هذا الشيء؟ إذا هنا فينا هو الدور ديال الأمن؟ إذا كانت مثلا ممرضة داخل لوبيطار كتقتال، إذا أشنا هو الدور ديال الأمن هنا؟ إذا ما كانش غادي يحمي هاد الناس يحمينا حتى حنا، وحتى الناس كما كنقولوا السكيورتي اللي هما كاينين هنايا شنو هو الدور ديالهم؟ مثلا ملي كتولي ممرضه كتعرض للاغتيال بهذه الطريقه البشعه هكايا، السينو راه كيولي الانسان خايف على روحه اختي، فهمتيني؟ خصوصا الانسان اللي كيجي باغي يشتغل. حنا لحد الان راه باقي ما عارفينش شنو هو المشكل اللي كاين ما بينه وبين هذه السيده هذا، ولكن كما بغى يكون المشكل لا يعني ان باش غادي توصل به الجراه ويقتل هذه الدريه هذه، وهذا راه في حد ذاته راه خصو يدار له حل اختي. وكنطلبوا من السلطات المحليه باش تولي تتدخل وتدير واحد الرقابه، فهمتيني؟ في اي مكان عمومي، فهمتيني؟ من اجل باش نبروتيجيو المواطن المغربي، لانه هو اصبح كيعيش في رعب، فهمتيني؟ وهذا هو اللي كاين، ونطلبوا الله يدير الشتاوي ديال الخير.